لا يتجاوز عمر هذه البقرة 6 أشهر، ولو كانت تربى في مزرعة أخرى لكان الآن قد حان وقت فطامها، لكن هنا في هذه المزرعة البريطانية المكرسة للعناية بالأبقار على الطريقة الهندوسية تستمر البقرة في الرضاعة لوقت أطول، كما أن الأبقار تحلب باليد لتجنب إصابتها بالتقرحات، ولا تجبر على أن تلد كل عام، فيعطي بعضها الحليب من 3 إلى 10 سنوات بعد أن تلد، والأهم أن المسلخ ليس مصير أي من هذه الأبقار. إنها حيوانات حساسة جدا، تتحسس مزاج الشخص كالكلاب، وهنا في ظل هذه العناية بها تبدو الأبقار أكثر ارتياحا واطمئنانا، لأنها تشعر أننا لن نقوم بقتلها. عادة في أي مزرعة على البقرة أن تبرر وجودها، فإذا كان إنتاجها للحليب قليلا أو إذا كانت لا تلد أو تعاني من مشاكل صحية كبيرة يتم سحبها من القطيع وتساق إلى المسلخ. أما هنا فالوضع مختلف كليا، والأبقار ليست تحت هذا الضغط. ليست هذه المزرعة فندقاً ب5 نجوم فعلياً، فهذه الثيران مثلاً لا تعفى من التدريب لأن عليها تقع مهمة نقل الزوار الذين يقصدون المزرعة لنزهة، بالإضافة إلى مهمة طحن الحبوب بواسطة طاحونة قديمة من دون أن تحرم في المقابل من المكافأة من ضمن قواعد العناية المعتمدة في المزرعة. عازف الجيتار في فرقة البيتلز جورج هاريسون هو من قدم الأرض إلى حركة هاري كريشنا في السبعينات لإنشاء هذه المزرعة، وحينها اعتبرت الأبقار التي تربى فيها هدية من الله، ووجودها حتى اليوم يعزز تعاليم كريشنا الذي تقدسه الطائفة الهندوسية. كريشنا يرى دائما محاطا بالأبقار، كان راعي بقر منذ 5000 سنة في الهند، وعندما يقصد الناس المعبد لرؤية كريشنا فإنهم يتوجهون أيضا لرؤية الأبقار، وهذه تكاملية جيدة. يقدم مزارعو كريشنا نموذجا لأسلوب حياة بسيط يتناغم مع الطبيعة، حيث قوة الثيران يمكن أن تحل مكان قوة النفط، فلسفة ذات كلفة عالية. فعندما تم الترخيص للمزرعة ببيع الحليب بلغت كلفة اللتر الواحد 4 يورو، ما يجعله أغلى لتر من الحليب في أوروبا.